النهاردة هنعمل إن شاء الله شنطة التريستري، الموديل اللي قدامنا ده. الموديل ده الشغل بيكون من القاعدة تحت لغاية التوب فوق. عشان نعمل القاعدة ليها موديلات كتيرة وباترونات كتيرة. من ضمن الباترونات اللي هنعملها الباترون ده. الباترون ده عندنا البداية فيه 8 غرز حشو. احنا التريستري بنستخدم فيه بس غرزة الحشو. انتوا عارفين طبعا ان انا بفضل اشتغل بالابرة الستانلس، بس هشتغل بالالومنيوم لانها كبيرة هتبان. هما الاتنين 4، بس دي كبيرة هتبقى واضحة اكتر بالنسبة لنا. بفضل الستانلس لانها بتحبك الغرزة وبتخلي شكل الشغل احلى في التبستري. هنستخدم الغرزة اللي هي ماجيك سيركل، اللي هي الدايرة السحرية دي. بتتعمل بطريقة طرف الخيط اللي هو سايب من البكرة، مش شابك في البكرة، بيبقى قدام كف ايدي، والف قدام ايدي لفة على الصباعين القدام، وبعدين لفة تانية على شكل كروس كده. وهمسك انا بس همسك كده بالخيط عشان اوريه لكم. هدخل الابرة ما بين الكروس، كده، واسحب الخيط اللي من ورا تاني كده اهي كروس، تمام. هدخل الابرة بين الكروس اهو واسحب اللي ورا، تمام. واجي اروح واخده طرف الخيط اهو كأني بشتغل غرزة عادية من غرز الكروشيه العادية، واطلع من الحلقة. انا كل اللي عملته، دي مش غرزة، ما تتحسبش غرزة، انا كل اللي عملته ان انا قفلت البداية، يعني عملت البداية العقدة زي ما بيقولوا عليها. هنشتغل هنا فيها 8 حشو. واحد كده، هعد من هنا كده، 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. 8. هنيجي بقى ايه كده، انا خلصت الـ8. زي ما احنا شايفين بقى الطرف اللي هو السايب هشده على قد ما اقدر، هو هيتشد معانا عادي، بس تشد نشد قوي، ونقفل الحلقة بتاعتنا جدا، ما نخافش اهي هتتقفل عادي خلاص. واجي زي ما اتفقنا قبل كده، الغرزة الاخيرة بحط فيها الماركر، سواء دبوس، مشبك، اي حاجة، دبابيس اللي بتتباع، ممكن خيط نعمله، وهبتدي اشتغل. احنا هنشتغل الباترون على مضاعفات رقم 8. قبل ما ابدأ لازم تعرفوا ان الالوان اللي هتشتغل معانا في الشنطة لازم هستعملها من البداية، حتى لو انا هي مش هتبتدي دلوقتي في الباترون، بس لازم هحطها من البداية، تمام. وزي ما احنا عارفين بيبقى اللون الثابت بيبقى قدام الشغل. انا بشتغل هنا في غرزة الحشو الخلفية. هدخل في الغرزة الخلفية، تمام، وايه هشتغل فيها. بصوا الخيط الثابت بيبقى ايه على الابرة، قدام الابرة، وهشتغل واحد، هشتغل في كل غرزة من دول 2 2، عشان السطر ده هيبقى عندي فيه 16 غرزة. لما هخلص السطر يبقى فيه 16. انا زي ما قلت احنا بنشتغل على مضاعفات 6 8. يعني هنبص اهو، انا هنا 1 السطر الاولاني، 1 في 8 السطر الثاني هيبقى فيه 16، السطر الثالث هنضرب 3 في 8 32 24، وهكذا. هنا هيبقوا سطرين، هيبقوا 2 غرزة حشو، وقلنا حشو خلفية. حشو خلفية يعني انا عندي هنا حلقتين اهم، هدخل في الحلقة الورا. في حاجة عايزة اقول عليها كمان، نخلي بالنا قبل بعد ما اخلص السطر كده، اخلي بالي من حاجة مهمة كده ما ننسهاش، عشان يتبقى شغلنا على طول مرتب ومنظم.
بس انا طبعا هفك بعد كده ده وهشتغل بالابره الستانلس. بس انا بس ايه هكمل الشرح البدايه بس بكده، وبعد كده هشتغل بالستانلس. خلاص دي اخر غرزه. بصوا الفرق طبعا انها الغرز المرخية، الشغل مرخي كده مش ماسك. تمام تقريبا دي اخر واحدة. دي اخر واحدة. بصوا بقى قبل ما ننقل على اللي بعدها، عايزة ايه ناخد بالنا ان احنا دايما نشد الخيط الثابت اللي ورا ده، نشده كويس ما يبقاش باين ما بين الغرز، لا نشده قوي ولا نرخيه قوي. تمام هنيجي بقى بعد كده للسطر اللي بعدها. هاخد بالي ان انا الخيط انقله، الماركر انقله عند الغرزة الاخيرة اهو. السطر ده هيكون فيه 24 غرزة. البداية هتبقى 2 حشو في الاول، 2 حشو في اول واحدة. تمام وبعدين واحدة حشو، وبعدين في التالتة هيبقى 2 حشو. يعني انا دلوقتي هعمل مرة 2 حشو في الغرزة ومرة واحدة، ادي 2 بعدين هعمل واحدة بعدين 2، وهكمل لاخر السطر لانه هيكون ايه معايا 24 غرزة. ادي واحد وبعدين 2. نخلي بالنا من الخيط الثابت انه برضو ماشي معانا طول الشغل، هيفضل معانا اهو قدام الابرة قدام الشغل بتاعي. واحد 2، وبشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو خلفية. تمام واحد وبعدين 2 ادي واحد 2، بكمل كده لاخر السطر. تمام بعدين واحد اثنين اخر واحدة اهي هيبقى فيها واحدة بلس. وطبعا زي ما قلنا بنقل الماركر فوق في اخر غرزة عملتها. هنا في الباترون لو شفنا هنلاقي ان احنا عندنا 5 سطور بنفس اللون، هنبدل بس في السطر السادس اهو الباترون هو زي ما انتم شايفين. هبدل في الخمس سطور باللون الاولاني، وبعدين هبدل بس في السطر السادس والسابع هيبقى بلون تاني. تمام هوريكم كمان السطر ده كده من اوله. دلوقتي احنا قلنا ان احنا عملنا ناخد بالنا اشد الخيط الثابت، اتاكد ان هو ايه مش باين من ورا، وافرد وما تقلقوش الشغل هيتفرد وهيتظبط معانا مع بالراحة كده هيظبط معانا. هاجي بقى هنا هيبقى السطر ده فيه 32 غرزة. هعملهم ازاي؟ هبتدي 2 حشو في اول واحدة، 2 حشو، وبعدين في التانية تاني غرزة هشتغل فيها واحدة حشو، في تالت غرزة واحدة حشو. تمام في الرابعة هشتغل 2 2، في الخامسة واحدة،
ستة واحدة. بصوا انا هشرح لكم دي كده ازاي فكرة الباترون ده بيتعمل عشان مطولش عليكم فيه. بصوا دلوقتي دي الحلقة عندنا اهي، الحلقة اللي احنا اشتغلنا اللي احنا عملناها فيها 8 غرز حشو في البداية، فيها 8 تمام. كل واحدة في دول اشتغلت فيها 2 حشو، فبقى عندي فيها 16 في السطر الثاني، 16 تمام. جيت في السطر اللي بعده اشتغلت في اول واحدة 2 وواحدة، 2 وواحدة، 2 وواحدة، 2 وواحدة، وكملت لاخر السطر بقى فيها كام؟ 24 تمام. السطر اللي بعده في اول واحدة هشتغل فيها 2، اللي بعدها هشتغل فيها 1، اللي بعدها فيها 1، يعني هشتغل 2 لوحدهم في كل غرزة من اللي جايين 1، بعدين 2، وبعدين 1، 2، 1، 1، 2 مع بعض، من 1 لوحدها، 1 لوحدها، لغاية آخر السطر